أشكركم جميعا، وآن الأوان لإسناد الكلمة للسيد رئيس الهيئة، فلتتفضل بتناولها على منبر المجلس. مرحبا بك، تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب مجلس نواب الشعب. أنا قبل كل شيء نحب نشكركم على صراحتكم، ونحب نشكركم على حاجة ثانية، اللي احنا الفريق اللي توا حاضر في هيئة الحقيقة والكرامة، احنا متفائلين. علاش؟ على خاطر ما سمعناش خطاب واحد يعني يحب يتراجع على المسار كمسار، وهذا يسعدنا ويطمننا. أنكم توجهوا انتقاداتكم للهيئة، هذا مدخول عليه، وهذا من حقكم ومن واجبكم، وإحنا من واجبنا أن نسمعوا وأيضا نيروا سبيلكم في الأشياء اللي ممكن المعلومات كانت غير كافية. وإذا إحنا موجودين لهنا باش نجاوب على بعض التساؤلات اللي نعتبروها مشروعة. كما تفضلت السيدة النايبة اللي تكلمت في الأخر، بمجرد اللي احنا اليوم فيه القبة هذه اللي تمثل سيادة تونس، نتناوله في موضوع اسمه هيئة الحقيقة والكرامة، هو في حد ذاته راهو إنجاز تاريخي لتونس. أنه هيئتنا ما هي شدة سكة ولا شدة سكة، هذا كله يتصلح. أما احنا عنا مكسب اسمه هيئة الحقيقة والكرامة، اللي هي دستورية. وهو باش نفسر لكم علاش هي دستورية. هي تستمد شرعيتها من الدستور فصل 148، اللي يقول تلتزم الدولة بتنفيذ العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والقانون الذي جاء بها. القانون شو يحكي؟ يحكي على هيئة الحقيقة والكرامة. بالطبع ما تنجمش تكون في الفصل نتاع الهيئات الدستورية الدائمة، خاطر ماهيش دائمة، هي عندها عهدة بأربع سنين وتمشي على روحها، وإن شاء الله يا ربي كي تكمل خدمتها باش تلقى نفسها قامت بوظيفة اللي تخلي الهيئات الأخرى تنجم تخدم، المؤسسات كلها تنجم تخدم في سلام، خاطر الهدف الأخير هي هالمصالحة بين التوانسة، بين التوانسة وتاريخهم، بين التوانسة ودولتهم، اللي توجد قطيعة ما بين الشعب والدولة، اللي وصلت الانتهاكات يعني تكون مصدرها الدولة التي من واجبها حماية الحقوق وحفظ كرامة المواطن. الشيء اللي صار لنا في خلال العقود اللي هما في عهدة الهيئة، صار لنا العكس، أنه الهيئة كانت مصدر الانتهاكات. وهذا موضوع عهدة الهيئة، ستنظر في الانتهاكات اللي لحقوق الإنسان اللي صارت في حق المواطنين، واللي ولدت أحقاد وتراكمت الأحقاد وتقسم هذا الشعب تروف. ليس فقط العائلات السياسية اللي ذكرتوها، هي الحقيقة والكرامة إلى يومنا هذا وصلها 20914 شكوى. هل 20900 العائلات السياسية اللي ذكرتوها الكل موجودة، جات وأودعت شكايتها لدى الهيئة. علاش؟ خاطر عندها ثقة أنه هالآلية اللي أوجدها المشرع آلية سليمة وآلية جديرة بتحقيق الهدف اللي هو السلم الاجتماعي. سيداتي سادة النواب، نصف الشكايات ما هيش جاية من عائلات سياسية، جاية من مواطنين عاديين، جاية من رجال أعمال فكلهم أرزاقهم، جاية من مواطنين فكلهم ديارهم وأراضيهم واعتدت عليهم الدولة، جاءوا من مواطنين وقع انتهاك عرضهم وما كانوا ينتموا لحتى عائلة سياسية. جريمتهم أنهم لقوا نفسهم في الطريق نتاع مؤسسة متغطرسة خرقت القانون، خرقت الضوابط اللي تنظم هالمؤسسة. جملة التساؤلات نتاعكم يتمحوروا في محورين،
محور يهم عهدة الهيئة. إيش تعمل الهيئة؟ شو اللي عملته إلى حد الآن؟ شو اللي ما كملتوش؟ شنو هي المطالبة باش تكملوا؟ وجزء يهم الحوكمة متاع الهيئة، فساد، شبهة فساد، التسيير تسلطي إلى آخره. هذا كل باش نجاوبكم عليه. خلينا نبدأ باللي هو يهمنا، لأن احنا قبل كل شيء سعداء أنه هالفرصة يعني تحت لنا باش نفسروا لكم مش قاعدين نخدموا، لأنه قلت لكلكم ما تسمعوا على الهيئة إلا وقت اللي فما عركة، فما حكاية متاع سيارات وحكاية متاع أرشيف أكهو، ما تسمعوش علينا ش قاعدين نعملوا. وجهنا لكم احنا دعوة لزيارتنا باش تشوفونا كيفاش نخدموا، باش تفهموا بالضبط خدمة هالهيئة هذية، وبالتالي بعض تساؤلات وبعض كلام اللي يروج في يعني مواقع إعلامية أو مواقع متاع تواصل اجتماعي راهي ساعات ما عندها حتى أساس من الصحة. ومن جملة المؤسسات اللي زمنا احنا صلحوها أو القطاعات، سامحني مش مؤسسة، وقطاع الإعلام، الإعلام بما في ذلك الإعلام يعني التقليدي والإعلام البديل، هما أيضا بحاجة إلى إصلاح، لأنه للأسف الضوابط المهنية ساعات تتفقد. وانتم بيدكم يعني تعرفتوا إلى خلينا نقولوا تضليل باش ما نقولوش حاجة أخرى. إذا مش كل ما يورد في الصحافة كله صحيح. هالهيئة هذه وقت اللي توجدت واجهت عراقيل. علاش واجهت عراقيل؟ ثم نائب فاضل قال هالهيئة هالمسار هو تحت الضغط، وأنا نحب كما يقولوا نتسلف من عنده هالكلمة خاطر راها تعبر بالضبط على احنا اش قاعدين نعيش. مسار تحت الضغط. وعلاش هو تحت الضغط؟ على خاطره هو في قلب السياسة. اي احنا نعمل في حاجة هي في قلب السياسة. هالمسار هذايا هو مسار اللي بشي كيما الجراح اللي يحل البدن ويقص في الحم ويسيل الدم ويوجع، لكن بشي ينظفه وبشي يخيطه وبشي يجيب الدواء وبشي يرجعه جسد سليم. شكون يحبوا الجراح؟ حد ما يحبوا، ما يحبوش الجراح، وشي طبيعي. ولي احنا يعني فما جدل يسير حول هالهيئة. سمعت منكم شكون قال اللي الهيئات الاخرين كلهم ناجحه ومتاع تونس بركه فاشله؟ سيداتي الساده النواب، انا كان عندنا شويه فضاء نعطيكم 42 تجربه متاع هيئه حقيقه في العالم، الكلهم مروا بمصاعب من نوع اللي احنا قاعدين نمروا بها، من نوع التشكيك في الشخصيه اللي تقود، وهذه صارت في المغرب، نجم نعطيكم الامثله، صارت في جنوب افريقيا، صارت في الشيلي، صارت في الارجنتين، في العديد من بلدان صارت. علاش؟ خاطر الانتظارات للمسار نتاع العداله الانتقاليه يعني ما عندوش سقف، ما عندوش سقف. طالبين من العداله الانتقاليه باش تحقق لنا كل شيء، كل شيء، كل شيء لازم تعملوا العداله. وبطبع الهيئه لازم تعملوا، وفي نفس الوقت الامكانيات شحيحه. الإمكانيات شحيحة على خاطر ساعات الرأي العام، المجتمع، وساعات الإدارة ما هيش فاهمة خدمتنا. تعاملنا كإدارة مستمرة وينساو اللي احنا نتسميو une administration de mission، يعني إدارة وقتية ما عندهاش نفس الشروط، ما عندهاش نفس الضوابط حتى بالقانون الإداري، ما تخدمش بنفس المعايير. احنا عندنا مشكلة متاع تواصل. صحيح اللي تواصل ضعيف نتاعنا، لكن حبوا زاد نقول لكم تم شويه من الحنه وشويه مرتبط لدين. احنا صحيح اللي فريقنا ما دعمناه الا اخيرا، ماهوش سهل باش تلقى فريق مهني ويكون محايد، شرط الحياد كان اصعب شرط للتحقيق. لكن في نفس الوقت ثم تعتيم إعلامي على أعمال الهيئة.
نعملوا ندوات صحفيه ما يخرج منها حتى حرف، ان نعملوا يعني بلاغات ونوصلوها للصحافه ما تلقى منها في في احسن الحالات ستر. تصير يقولون اقوال ما قلناهمش، نبعثوا تصحيح، القول يتوجد على عين بالحروف الغليظه، التصحيح يجي في الصفحه 15 بالحروف هكا كبروا حتى حد ما يشوفه. الشيء اللي يوصل للناس هو التضليل اللي تنشر، هذاك اللي يوصل لكم، وبالتالي كثر الشيء كثر، وانتم نفسكم واجهتونا بجمله من التساؤلات والانتقادات اللي مره اخرى نعتبروها احنا مشروعه. نحب نذكركم بحاجه، انه الهيئه قامت الى يومنا هذا ب 1650 جلسه استماع للضحايا. راهي جلسه الاستماع ماهيش مجرد ايداع ملف، راهي ما بين ساعتين واربع ساعات استماع لكل ضحيه. احنا كنا الى يومنا هذا نخدم 13 مكتب استماع، كل مكتب يستمع 3 ضحايا في اليوم، وعندنا الامل اذا كان صوتونا على ميزانيتنا انه يوليو 100 مكتب باش ينجم يستمع هال 20900 اللي عندنا توا اللي من هنا لجوان، وان شاء الله يعني نمدوا في الاجال نتاع اقفال ايداع الملفات الى جوان، لكن جوان يكون اخر اجل ما عادش نجموا نمدوا، انه ما نفوتوش 30000، ممكن يكونوا اكثر، ممكن يكونوا اكثر. 30000 هذوما اذا كان باش نعملوا الاستماع ل 30000، شوفوا وحدكم اش يحب لنا وقت. واحنا مطالبين في سنه 2017 هذه 16 عفوا هذه نكونوا كملنا الاستماعات الكل، و باش ننطلقوا في بدايه السنه للجلسات الاستماع العمومي اللي هي باش تلعب دور نتاع المسائل اللي انتم طرحتوهم لنا، نحكيوا على وجايع الناس، اش صار في البشر، كيفاش كرامتهم تتوجدت في الفرامه فرموها، كيفاش الحق في الارتزاق معدوم، كيفاش الحق في الدراسه للاطفال معدوم، كيفاش الحق في الـ يعني الاعراض ما تتمسش معدوم، والناس يعني في غياب حمايه تامه من طرف الدوله اللي هي مطالبه بالقانون ان تحميلهم اعراضهم وارزاقهم، وهي كانت معناها يعني مش فاشله، كانت تنتهك الاعراض والارزاق. هذا الكل يلزمنا نكونوا سمعناهم ونكونوا اعطينا لنفسنا امكانيات التقصي في الاقوال. الضحيه لها الحق ان تروي روايتها بما هي تشعر به، وش مطالبه بالموضوعيه. الهيئة مطالبة بالموضوعية، الهيئة مطالبة بكشف الحقيقة، وكشف الحقيقة باش يجي بالوثائق بالأرشيفات اللي عيبة علينا أن نسعى إلى النفاذ إليها. ولهنا يعني القانون صريح، أكثر من 5 فصول تحدد وتنص على حق الهيئة اللا مشروط للنفاذ إلى جميع الوثائق العمومية والخاصة في تونس. ولهنا سمحوا لي باش نفتح قوس على الأرشيف، لأن سؤال تطرح، لأن صارت مغالطة كبيرة، يقال أنه الأمن الرئاسي يحمي الأرشيف، وإحنا جينا غوزات جينا باش نسرقوه. الحقيقة هي العكس. أولا لمعلوماتكم، لأن قمنا بأعمال تحقيق في هذا الشأن 3 مرات، الأرشيف الرئاسي يوقع الاعتداء عليه 3 مرات، وباش نخرجوا لكم في تقريرنا تفاصيل كيفاش. يوم 15 جانفي جاءوا ناس وعندنا أساميهم ونعرفوا شكونهم وهزوا أرشيفات، ثم الفريق نتاع مستشاري الرئيس السابق جاءوا مدة 10 أيام وهزوا الأرشيفات ما وقفهم حد، ومن بعد مرة ثالثة ثم فريق آخر جاء وهز الأرشيفات دون أي وجه قانون. وقت اللي جات الهيئة باش تمارس صلاحياتها القانونية اعتبر ذلك اعتداء. ما فهمتش كيفاش الهيئة قعدت 5 أشهر تتفاوض مع الديوان الرئاسي الرئيس السابق من أجل النفاذ إلى الأرشيف وفق ما جاء به النص، ما وافقوا إلا بعد 5 أشهر في شهر
ديسمبر. المطلب نتاع الهيئة صريح ومكتوب بالنص، ونعطيكم هاللصوص هذه تقراوها. المطلب كان رفع الأرشيفات هذه وإداحة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، لأن هي عندها القدرة الفنية للحفظ وحماية وجرد هذه الأرشيفات. الأرشيف الرئاسي ما هوش أرشيف الرئاس رئيس الجمهورية الثانية، هو أرشيف الديكتاتورية. الجمهورية الثانية هي فيها فصل السلطات، ما عندناش رئيس هو وزير فلاحة، وزير ثقافة، وزير اقتصاد، وزير الأمن، وزير متاع كل شيء. المركزية في القرار الرئاسي هي من سمات المنظومة الاستبدادية متاع منظومة بن علي، ما هيش احنا وما ناش ورثينها وما نستعرفوش بها كمنظومة، بل بالعكس مطالبين بتفكيكها ووضع جميع المواصفات اللي تخلينا نتفاداو إعادة إنتاجها. أرشيف الدكتاتورية يا سادة وسيدات راهو ماهوش فخر لتونس، راهو يمشي للأرشيف الوطني لإنارة كتابة التاريخ، هذا دوره. والهيئة بحاجة إلى معنى وثائق موجودة بها ظهر حق الناس، بعض وثائق. واليوم وإحنا سعداء بالاتفاق اللي صار مع مؤسسة الرئاسة أنه عنا نفاذ لا مشروط لهذه الوثائق، اليوم وصلنا وقاعدين ننفذوا بعض الوثائق. يعني هي تعطينا كيفاش مواطن رجل أعمال ولا حتى مواطن عادي تفكلوا رزقه بإمضاء رئيس الجمهورية مكتوب، أي تعطيوه هذا تفكلوا رزقه مكتوبة. احنا وقت اللي جينا من عند الرئاسة وثيقة من هذا القبيل، احنا مناش مجبورين باش نصدقوا شكوى المواطن، لكن وقت اللي تجيني ادله تفيد كلامه انا عندي باش نكشف الحقيقه، نحدد المسؤوليات اللي صريحه واضحه ونجبر الضرر. نجبر الضرر، هذا احنا مطالبين به باش نصلحوا، لازمنا نجبر الضرر، ما نجموش نصلحوا دون جبر الضرر. يقال اللي ونقطه اخيره على الارشيف، القانون الاساسي هذا أرفع من قانون 88 وهو فوقه، وبالتالي قانون 88 يعني تحته ماهوش فوقه. وهذا بالمناسبة نحب نحيي التعامل الإيجابي اللي قاعدين الهيئة تعيش فيه مع مؤسسة الأرشيف الوطني، قاعدة تتعامل معنا بجميع الإمكانيات اللي متوفرت لها، وقاعدين ننفذوا وقاعدين نخدموا. ومرة أخرى ماذا بينا نجيو بحذانا وتشوفوا كيفاش قاعدين نتقدموا في التقصي بالنسبة للملفات اللي ديجا وصلتنا. ملفات اللي تم التحكيم والمصالحة احنا شرعنا فيها، ومعنا سيد رئيس لجنة تقصي، عفوا رئيس لجنة تقصي أيضا معنا، لكن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة شرع في أكثر من 130 مطلب نتاع تحكيم مصالحة، ولقينا تفاعل ومعناها إيجابي مع مكلف بنزاعات الدولة، وقاعد يجلس معنا وقاعدين نفضوا فيهم هالمشاكل ذوما الكل. وإحنا عندنا أمل اللي آلية المصالحة اللي موجودة ضمن قانون 53 هي آلية يعني توفر بالحاجة، لأنه في عوض الناس اللي عندهم قضايا متعلقة بهم في القطب القضائي باش نوقفوا الإجراءات هذه. وإذا كان فما صلح ما بين الدولة والناس اللي هما اعترفوا اللي صار خرق للقانون ومعناها استيلاء على أموال على غير وجه حق، وبالتالي الدولة ستستفيد من هذه الألية، وهالألية موجودة وناجعة. نجي بسرعة إلى موضوع الحوكمة الرشيدة. سيداتي سادة النواب، الهيئة عندها مجلس، والمجلس هذايا مقيد بقانون، ثم آلية متاع أخذ القرار اللي هي الأغلبية البسيطة في بعض قرارات وأغلبية ثلثين في بعض قرارات أخرى. وإحنا قاعدين نوثق في محضر جلسة جميع مداولاتنا وجميع قراراتنا، وأيضا قاعدين نوثق فيهم بالصوت. يعني وقت اللي تحبوا تجيوا وتسمعوا هالمداولات هما على ذمتكم. علاش؟ باش يوريكم الكلام
اللي يقال اللي الرئيسة متسلطة بنى آلية أنا نجم نتسلط. إذا كان عندي مجلس أخذ قرار أنا مطالبة بتنفيذه، وأعضاء المجلس الموقرين ما همش عسكر كردونة، شخصيات تعرفوهم الكل، اللي عندهم رصيد نضالي عندهم شخصيتهم عندهم قوة شخصيتهم وما يخليش شكون يلعب بهم مهما كان هذا الشخص. يعني سؤالي تطرح بنا آلية الرئيسة تتسلط، وريوني فقط أنا مستعدة نحل أذني. النقطة الثانية حكاية التصرف الإداري والمالي، احنا مطالبين بالقانون باش ندوكم بتقرير مالي وتقرير نشاط سنوي على أساس أنه هذا التقرير يعني بطبع يغطي السنة الجارية. احنا قمنا بالتقرير الأول متاع سنة 2014. سنة 2014 تم نشاط للهيئة، فماش نشاط، فما أعمال تحذيرية بالنص، قانون يقول أعمال تحذيرية. ونجاوب سيدة وسيدة النائبة وسيدة النواب الكل اللي طرحوا سؤال على فصل 56، جميع البنود اللي قريتوهم في 56 نحبش نطول عليكم كل قمنا بهم. ولجنة لجنة نتاعكم نتاع مجلس نواب الشعب اللي تعتني بالعدالة الانتقالية سمعتنا ومدينا لها جميع هذه الوثائق وزعناهم عليهم. يعني اللي يحب ياخذ وثائقنا هكذا نتاع فصل 56 الكل احنا على ذمته وباش نمدوهم لهم، يعني جميع هالوثائق متوفره وموجوده. اذا في 2014 كان عندنا تقرير مالي فقط ومديناه لكم وجبنا، ورغم اللي المراقب الحسابات هو بالقانون ينطلق في 2015 لغايه هذيك سنه النشاط نتاع الهيئه، احنا جبناه بشكل استثنائي لل 14 باش يراقب حساباتنا وراقبها، وجبنا لكم لهنا التقرير نتاع 2014 وممضي ومتاع سيد مراقب الحسابات. وبالطبع احنا تحت المحكمة اللي تعتني بالأمور المالية اللي هي دائرة المحاسبات. دائرة المحاسبات هذه هي المحكمة اللي باش تنظر في حسابنا الكل، واحنا تحت الذمة لأي شكل من أشكال الرقابة، واحنا طلاب رقابة. احنا ليس فقط اكتفينا بما نص عليه بالقانون مراقب الحسابات، عملنا عقد مع مراقب حسابات خارجي اللي هو في الهيئة متاع المراقبين الحسابيين، وطلبنا منه يجي يراقب حساباتنا كل شهر ويثبت أنه إجراءاتنا سليمة أم لا. وبدأ يشتغل معنا منذ بداية سنة 2015 وراقب جميع إجراءاتنا والمالية متاعنا، وما عندناش حتى جرام نتاع حاجة اسمها فساد. نوعدوكم ونطمنوكم ونجموا، احنا مش في الكلام، باش نعطيوكم ما يفيد ذلك وهتثبتوا وحدكم اللي ثمش جرام نتاع فساد بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة. هيئة الحقيقة والكرامة أخذت جميع إجراءاتها باش حتى على وجه الخطأ ما تتيحش وما تسقطش في شبهة الفساد، ونطمنوكم واحنا واثقين من ذلك، إذا إضافة إلى الرقابة الداخلية. عندنا إدارة تعمل الرقابة الداخلية اللي تتثبت من سلامة إجراءاتنا وسلامة حساباتنا. فيما يخص التقرير تاع سنة 2015، سنة 2015 مازالت ما كملتش، نوعدوكم اللي هو تعرفوا يعني تتقفل السنة في 30 ديسمبر والتقرير يجي في مارس، أما باش نوعدوكم اللي في فيفري باش نجيبوه لكم، لأنه احنا بما أنه عملنا الاختيار متاع الإدارة الرقمية احنا الانستانتين نجموا نعرفوا حساباتنا ونجموا نحضروهم في وقت وجيز أكثر بكثير من هو مطلوب في الإدارة. فيما يخص التقرير الأدبي اللي هو لأول مرة عنا تقرير نشاط،
هو شبه جاهز إلى حدود الشهر هذا، لكن احنا كل 3 شهور نعمل تقرير داخلي، وفي التقرير النهائي نعمله في آخر السنة، وذي باش نجيبه لكم وتتشوفوا اللي الهيئة ما قعدتش راقد على وذنها عام ونص كما يقال، بل بالعكس خدمة بطاقم ضئيل جدا في البداية. رانا انطلقنا بصفر موظفين وقت اللي افتحنا أبواب الهيئة يوم 14 ديسمبر 2014، لكن الحمد لله يا ربي وصلنا إلى حالياً 190 موظف، وعنا الأمل إذا صدقتوا على ميزانيتنا أنه باش نرفعوا سنة 2016 باش تكون حاسمة، باش نرفعوا عدد الموظفين على الأقل 300 موظف إضافي، خاصة باش يقوموا بالوظائف الأساسية اللي هي تحدي بالنسبة لنا، هي الوظائف متاع الاستماع 30,000 باش نسمعوهم، والوظائف التقصي والبحث اللي يتطلب جهد كبير، والطاقم نتاع الأرشيف اللي أيضا باش يقوم بالأعمال نتاع التوثيق وأيضا بحفظ الذاكرة، ومعنا أيضا رئيس لجنة حفظ الذاكرة اليوم حاضر، إضافة إلى نائب الرئيس اللي أيضا حاضر معنا. إذا حبيت نقول لكم اللي نحب نطمنكم، راهو ما فماش فساد، راهو فيما يخص الحوكمة راهي ماهيش ما عندناش امكانيه انه ما نعملوش الحوكمه، لانه كل شيء مقيد بالقانون. اقراوا القانون تتراو انتم قريتوه، سامحوني معناها نعرفوا لي عندكم القوانين كلهم قاعدين يعني تكثر عليكم، لكن كان تراجعوا الفصول تراو اللي احنا الامكانيه ما نعملوش حوكمه ماهيش متوفره، يعني المشرع خذا الاحتياطات الكل من اجل انه يعني هالحوكمه تصير. أنا ما عاش باش نزيد نطول ياسر عليكم، حاب نقول لكم في كلمتين. كلكم قلتوا أشنو اللي تعمل هالهيئة دي، شو مطلوب منها باش تعمل؟ مطلوب منها باش تعمل كشف الحقيقة، رد الاعتبار وجبر الضرر للضحايا، تحديد المسؤوليات لمن قام بالانتهاك من أجل معرفة الحقيقة. دائما احنا لسنا هيئة قضائية، لا نعاقب، ما نعاقب حد، مش دورنا، ولا نسائل دور القضاء، أن نسائل فصل 8 إصلاح المؤسسات، أهم شيء اللي احنا باش نقترحوه لكم هي إصلاح المؤسسات، جميع المؤسسات، وحفظ الذاكرة من أجل عدم التكرار، لأنه بالذاكرة هذيك باش نضمنوا لبلادنا أنه ما تتعاود لناشي المأساة، وأنه التوانسة يعيشوا في بلادهم كرماء، حتى حد ما ينجم يطاول عليهم وينتهك حقوقهم الأساسية. مهمة أساسية باش تقوم بها الهيئة هي أنها باش شيئا فشيئا باش ترفع الألغام متاع الأحقاد اللي تراكمت على مدى عقود، على مدى عقود عائلات توانسة تورث في الأحقاد، مش خاطر هي تحب تورث، خاطر الصغار وقت اللي يشوفوا اش صار في والديهم، اش صار في امهاتهم، اش صار في ابوهم، اش صار في اخوتهم، اشياء راهو يندى لها الجبين. وتو كي نعملوا جلسات العموميه تسمع اشياء اللي مهما اطلعتوا، وانا اقولها وزملائي يقولوها لكم، مهما كنا مطلعين الشيء اللي اكتشفناه شيء 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 مش بركه يوجع القلب، شيء تقول انا نحشم لان تونسيه وعشت في تونس وجهلت تجاهلتها الشيء اللي هذا قاعد صار في بلادنا، كيفاش بلادنا قبلت باش اشياء من هذا القبيل تصير. الصغار نتاعنا توا احنا نقولوا قاعدين نقاوموا في الارهاب، وهذه آفة يعني تسلطت على بلادنا وتهدد في استقرارنا وتهدد في سلامة بلادنا وتهم في مستقبل اولادنا. صغارنا علاش ينساقوا الى شبكه الارهاب الاجراميه؟ علاش؟ السؤال هذا يجب أن نطرحه على أرواحنا، إضافة إلى الآلية الأمنية اللي هي آلية متاع يعني معالجة مباشرة للظاهرة هذه، يلزمنا نعمل الوقاية، والوقاية هي تعملها هيئة الحقيقة والكرامة برفع المظالم، بإدماج هذا الشباب في الدورة الاقتصادية، بجبر الضرر لذويهم، بجبر الضرر لجهاتهم الضحايا، ما ثماش كان لأفراد يوقع انتهاك، جهات كاملة وقع انتهاك حقوقها. إذا ننظروا للآلية ليس فقط كآلية لتوزيع أموال، خاطر جبر الضرر ليس فقط مادي، هو
بالأساس معنوي هو وقت اللي هيئة الحقيقة والكرامة باسم الدولة تطلب السماح للناس اللي الدولة ضرتهم وتسمحهم وتاخذ الوقت باش تسمحهم وتجبر لهم ضررهم. هذا نحب نذكروكم به لأنه راهو الوقاية مهمة والعمل اللي تقوم به الهيئة مهم في جانب الوقاية. نطلب منكم فقط الإسراع بسد الشهور، عنا سنة وثلاثة شهور اللي وجهنا لكم أول مطلب لسد الشهور، سنة وثلاثة شهور والتوى ما سديتوا لنا الشهور. راهو الاستقالات تصير في جميع المؤسسات، في جميع الأحزاب، في جميع الجمعيات، هذا مدخول عليه شخص ما عادش يلقى نفسه لسبب أو آخر، هذا من حقه أنه ينفرد، لكن ما يلزموش يوقف الآلية. لكلكم قلتوا ملتزمين بالمسار، مش بشخص زيد أو عمر أعضاء الهيئة، أنتم ملتزمين بمسار. نستقيلوش الكل نحن، تعاوذوا باش تضمنوا استمرارية الآلية، استمرارية الآلية فوق الأشخاص، فوق الناس اللي أنتم ممكن يعجبوا أو ما يعجبوش. لكن احنا نحب نأكدوا لكم حاجة، أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة أقسموا على أن يحميوا هذا المسار، أنه يكونوا محايدين، أن يكونوا مستقلين، وأنه يؤديوا مهامهم بكل صدق وشرف. احنا إلى يومنا هذا ملتزمين بذلك مهما قيل علينا. نحب نقول فقط كلمة أخيرة إلى سيد شوكات، بعد ما نكملوا خدمتنا وباش يقولوا على التجربة التونسية اللي هي نجحت ولا فشلت، فضلكم الكل، فضل الناس اللي باش تضافر الجهود فيها، باش يشكرني اللي أنا ما استجبتش لطلبه، لأنه هالهيئة تطلب شخصيات قوية، وعنا الحمد لله يا ربي في هذه الهيئة شخصيات قوية اللي ضغط عليها ضغط قوي جدا. ما نحبش نقول كيفاش. ومرة أخرى شكرا على رحابة صدركم، شكرا على اهتمامكم بالمسار، شكرا على التزامكم بالمسار. احنا مستعدين باش نسمع انتقاداتكم. بعض رسائل اللي وجهونا سادة النواب وصلت، احنا باش ناخذوا يعني توصياتكم بكل جدية بكل جد. بعض أشياء صارت في هيئتنا احنا مانيش ملزومين بها، لأنه ناس تتكلم هما ضحايا يجيوا يتكلموا ويقولوا أشياء ساعات غير مسؤولة. احنا عمرنا ما سيرناهم وأصدرنا البلاغ يعني يبين احترامنا لهذه المؤسسة الموقرة، ليس فقط على خاطرها يعني يلزمنا نحترمها، لأن هي آلية أساسية في إنجاح المسار الديمقراطي، وإحنا نحترموه على خاطر نمنوا بالجمهورية الثانية، نمروا بكم، نمنوا بصندوق الاقتراع. ومرة أخرى بأبواب الهيئة مفتوحة، ماذا بينا تجيوا تزورونا تفهمونا أكثر وتنجموا على عين المكان. كان عندكم نصائح أخرى إحنا نرحبوا بها، وشكرا مرة أخرى على رحابة صدركم. بيانات ضافية تستوجب توجيه الشكر للسيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، فشكرا لها على ما قدمت وشكرا لمساعديها.